السودان قواتنا المسلحة سيداتي وسادتي من تلفزيون السودان نحييكم ونقدم لحضراتكم أحداث اليوم لهذه الليلة. أهلا بكم. البداية بالعناوين. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يلتقي والي الخرطوم ويتعهد بمعالجة معوقات برامج المقاومة الشعبية. عجار يتلقى تنويرا حول خطة تشغيل الخط الناقل للبترول. انطلاقة المناقشات الرسمية لمفاوضات المساعدات الإنسانية بجوبا. أهلا بكم. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وفد اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية لولاية الخرطوم برئاسة الوالي المكلف أحمد عثمان حمزة. وأطلع الوفد رئيس مجلس السيادة على جهود اللجنة خلال الفترة السابقة، واستعرض الاجتماع التحديات والمشاكل التي تعترض سير العمل الخاص بالمقاومة الشعبية. وثمن القائد العام للقوات المسلحة جهود اللجنة وأكد معالجة المشاكل والقضايا التي تحول دون إنفاذ برامج المقاومة الشعبية. على ما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية، وعرضت عليه بعض الإشكاليات التي تواجه برامج اللجنة. السيد الرئيس ثمن ما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية، ووعد بإيجاد معالجات لكافة القضايا التي طرحت. اطلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عجار إير على سير العمل والجهود المبذولة لإصلاح خط الأنابيب الناقل لبترول جمهورية جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، متعهدا بتذليل كافة العقبات والتحديات الماثلة لإعادة تشغيله. وتلقى نائب رئيس مجلس السيادة لدى لقائه ببور السودان وزير الطاقة والنفط المكلف دكتور محي الدين نعيم محمد سعيد تنويرا حول سير العمل والخطة التشغيلية لإصلاح الخط الناقل لخام بترول جنوب السودان. من جانبه أكد وزير الطاقة حرص الوزارة وسعيها الجاد لتشغيل الخط، وقدمت دعوة لنائب رئيس مجلس السيادة وحكومة جنوب السودان للوقوف على عملية استئناف ضخ النفط. إطار الاجتماع الأسبوعي ومتابعته لإرجاع خط الخام نقل الجنوب خام جنوب السودان ومتابعته اللصيقة، وحط علما بأن كل الإصلاحات والتدابير ماشية وفق الخطة المجازة، وإن شاء الله نحن نتوقع في غضون الأيام القادمة إن شاء الله يكتمل إصلاح الخط وتعود ان شاء الله يعود الضخ لحكومه الجنوب. ونحن طبعا سعيدين جدا بانه الخط يعيد تشغيله، لانه هو مهم جدا لاقتصاد الجنوب ومهم جدا لمصلحه السودان يعني. وان شاء الله هم الاشقاء دين احنا حريصين على انه العلاقات تستمر، وهو الشريان اللي بيربط العلاقات بين البلدين. التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عجار إير ببور السودان ولولاية القضارف اللواء الركن محمد أحمد حسن، وبحث اللقاء مجمل الأوضاع بولاية القضارف. وتعهد عجار بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تعترض سير العمل في مشروع مياه القضارف. وتناول الاجتماع مشاريع تنمية وتطوير شرق السودان التي يتبناها صندوق إعمار وتنمية الشرق، لافتا إلى أهمية العمل على حل قضيتي الكهرباء والصحة. واستعرض اللقاء قضايا النازحين بالولاية وترتيبات فتح المدارس. من جانبه أشار والي ولاية القضارف إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة تعهد بتمويل المشروع وتذليل كافة العقبات والتواصل مع الجهات ذات الصلة لحل مشاكل الكهرباء والصحة بالولاية. جلسنا جلسة طيبة وتناولنا يعني في هذا اللقاء مشكلة مياه القضارف، واستعرضنا كل المشاكل الحقيقية اللي حدثت واللي عطلت المشروع، وهو وعد يعني بتزليق كل الصعاب ان شاء الله، ووعد يعني بتوفير المبلغ المطلوب في اقل فتره ممكنه ان شاء الله، بحيث انه يتواصل العمل في مشروع الحل الجذري لمياه القضارف. تحدثنا ايضا عن وضع النازحين وفتح المدارس، وتناولنا الموضوع ده يعني بصوره مطوله. تحدثنا ايضا عن مشاريع تنميه الشرق يعني واللي هي قايم بها صندوق اعمار وتنميه الشرق.
أجازت اللجنة الفنية لمجلس الوزراء في اجتماعها ببورسودان برئاسة وزير الثقافة والإعلام رئيس اللجنة دكتور جراهام عبد القادر أجازت خطة طوارئ الخريف للعام 2024 التي قدمتها وزارة الداخلية الهيئة العامة للدفاع المدني. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الاجتماع قرر دمج خطة اللجنة مع وزارتي الصحة والري. اجتمع اليوم اللجنة الفنية وكان النقاش والأجندة الأساسية حول خطة طوارئ الخريف للعام 2024، وأعمال هذه اللجنة قامت بالتداول للخطة المقدمة من وزارة الداخلية الدفاع المدني حول طوارئ الخريف، وبالفعل بعد التداول والمناقشة تمت إشادة اللجنة بالخطة وإجازتها على ضوء ملاحظات أعضاء اللجنة. وأبرز هذه النقاط هو دمج خطة وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الري فيما يتعلق بطوارئ الخريف ضمن الخطة العامة للدفاع المدني لمجابهة المخاطر المتوقعة سواء كان في المجالات الصحية، في النواقل، الأمراض، وفي مجالات الزراعة وفي مجالات الري. أيضا اللجنة نظرت لقضايا المياه والتأثر الذي يتم في فصل الخريف، وتمت إجازة هذه الخطة بناء على النقاش الذي تم، ونتوقع أنه يتم رفع هذه الخطة لمجلس الوزراء للإجراء. وعلى ذات الصعيد قال وزير الزراعة الدكتور أبو بكر عمر البشرى إن اجتماع اللجنة الفنية لمجلس الوزراء استمع لتقرير حول موقف الخزانات وتأمين الري للموسم الزراعي المقبل وفق الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة. وقدمت اللجنة، لجنة طوارئ الخريف، قدمت تقرير عن الموقف وعن احتياجاتها للخريف القادم، والحمد لله تمت إجازة هذا التقرير بميزانيته. كذلك كان هناك تنوير من السيد وزير الري عن موقف الخزانات ودورها في عملية الري بالنسبة للزراعة. نحن مطمئنون تماما حسب تقرير السيد وزير الري أن هذه الخزانات تقوم بدورها الكبير في توفير المياه اللازمة للموسم الصيفي المروي القادم الذي يشمل ولاية النيل الأبيض، ولاية سنار، و ولاية النيل الأزرق. هذا أمر مطمئن، خاصة ونحن رفعنا الخطة التأشيرية بالمساحات المطلوب زراعتها مرويا لهذا الموسم. نحن مطمئنون وإن شاء الله يتم الأمر في سلاسة وببداية الشهر القادم تبدأ الزراعة إن شاء الله. شارك وزير الخارجية المكلف السفير حسين عوض علي في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، وحضور عدد من وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية. وبحث الاجتماع جدول أعمال القمة ومشروعات القرارات والبنود المدرجة ومشروع الإعلان الختامي الذي سيصدر عن القادة العرب في ختام القمة، ويتضمن جدول الأعمال 8 بنود رئيسية تتعلق بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية. وناقشت الدورة تطورات استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وجرائمه التي ترقى إلى الإبادة الجماعية، وما يجب أن تتخذه الدول العربية من إجراءات مشتركة في مواجهة العدوان. وبحث الأوضاع في السودان، سوريا، لبنان، ليبيا، اليمن، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب. وقد اعتمد الاجتماع حزمة من القرارات تتعلق بالقضايا التي طرحت، وشملت من ضمن ذلك قرارات خاصة بدعم السلام والتنمية في السودان. قدم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا السفير مجدي أحمد مفضل بيان السودان أمام اجتماعات الدورة 33 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بفيينا. واستعرض السفير تداعيات تمرد ميليشيا الدجل الإرهابية جهود الدولة الرامية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الإرهاب ومكافحة الفساد وتهريب
الدولي والإقليمي لاسترداد المنهوبات وبناء شراكات فاعلة لمرحلة السلام. بحث وزير الداخلية المكلف اللواء الركن معاش خليل باشا سايرين مع سفير دولة الكويت بالسودان فهد مشار الظفيري بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ووقف الوزير على استقرار الأوضاع بولاية الخرطوم وقضايا حقوق الإنسان والعمالة الخارجية بسكر كنانة. أشاد وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة معاش خليل باشا سايرين بمواقف دولة الكويت حكومة وشعبا الداعمة للسودان في الظروف الاستثنائية. التي يمر بها بسبب حرب الميليشيا المتمردة. وأكد التزام وزارة الداخلية بتفعيل بروتوكولات التعاون مع وزارة الداخلية الكويتية في مجال التدريب ورفع القدرات، بجانب تفعيل عمل الدفاع المدني والأدلة الجنائية لإزالة مخلفات الحرب. كان اللقاء أيضا يحمل طابع متعلق بوزارة الداخلية، وهو بحث مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بخصوص التعاون الأمني. هذا الشق يتعلق أيضا بالدفاع المدني. تعرفون الآن في قضايا الدفاع المدني والأدلة الجنائية والمسائل الفنية، الكويت تمتلك خبرة ودراية كبيرة بست تجارب سابقة. فعرضنا على معالي الوزير وأركان الوزارة بحث التعاون المشترك في مجال تطهير وتنظيف المدن بعد تحريرها. من جانب آخر، جدد وزير الداخلية المكلف اهتمام وحرص وزارة الداخلية بتقديم الدعم اللازم لقوات الشرطة بولاية الخرطوم. جاء ذلك لدى لقائه والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، مشيرا إلى الدور الكبير لولاية الخرطوم في الاستقرار والأمن والسلام. تناول الاجتماع ما تم من تنفيذ لمخرجات زيارة السيد الوزير والسيد المدير العام وطاقم الوزارة لولاية الخرطوم، وزيارات التي توالت منذ اندلاع هذه الحرب. نحن نقلنا شكرنا وتقديرنا لشرطة ولاية الخرطوم، الأخ المدير مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الأخ الفريق شمين، وكل مدراء الإدارات المتخصصة وشرطة المحليات في ولاية الخرطوم. نقلنا تقديرنا لما يقومون به من عمل كبير في استتباب الأمن وفي إسناد القوات المسلحة في هذه المعركة. ولدى لقائه رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان مولانا جمعة الوكيل، ناقش وزير الداخلية أوجه التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية في المجالات الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المفوضية تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي وتوعية الرأي العام بحقوق الإنسان، إضافة إلى تلقي الشكاوى من الذين انتهكت حقوقهم. كما بحث وزير الداخلية مع نائب العضو المنتدب لشركة سكر كنانة الدكتور محمد العطية أوضاع العمالة الخارجية الخاصة بأعمال صيانة المصنع، خاصة وأن المصنع حقق إنتاجية عالية في ظل توقف عدد من المصانع الأخرى بسبب حرب الميليشيا المتمردة. أكد وزير وزارة الصحة المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم التزام وزارته بالعمل على تذليل العقبات التي تعترض إيصال احتياجات الطوارئ والإصابات لمستشفى الفاشر. جاء ذلك لدى لقائه ببورسودان رئيس لجنة إسناد الصحة ممثل والي ولاية شمال دارفور عبد المولى آدم حماد. من جانبه، أشار رئيس لجنة الإسناد الصحي إلى سعيهم لاستمرار تقديم خدمات علاجية مستقرة بالولاية رغم الظروف التي تمر بها، كاشفا عن خروج العديد من المستشفيات الكبيرة والرئيسية عن الخدمة.
التقى وزير الصحة المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم، التقى والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة والوفد المرافق له ببور سودان، وناقش اللقاء ترتيبات تشغيل مستشفيات أم درمان الأطفال النساء والتوليد. وأشار الوزير إلى الاستجابة لنداء إعادة بناء النظام الصحي بالسودان وتأهيل المؤسسات الصحية بالولاية. من جانبه امتدح والي ولاية الخرطوم الأدوار التي تطلع بها وزارة الصحة الاتحادية في تقديم الدعم للقطاع الصحي، مشيرا إلى أن تشغيل المستشفيات في المناطق الآمنة أسهم في استقرار تقديم الخدمات الصحية. المحاور التي تم تناولها الأولى هي الطمأنينة الكاملة على مستوى الإمداد، خاصة أنه الولاية اتخذت من ولاية نهر النيل مخازن احتياطية ويصل لها الإمداد بصورة منتظمة الحمد لله رغم التوسع الذي تم في المؤسسات الصحية. المحور الثاني كان مسألة العودة الآمنة وعمليات التطهير والنظافة والإصحاح البيئي، خاصة ونحن مقبلون على فصل الخريف. أطلق نداء لإعادة إعمار هذه المؤسسات، وناقشنا هذا الأمر في الاجتماع، ويعني وضح أن هناك تجاوب إن شاء الله سيثمر قريبا في تأهيل هذه المستشفيات. أيضا تطرقنا إلى إسهامات الوزارة في الإمداد الدوائي ومعالجة النقص في الأدوية المنقذة للحياة والأمراض الحرجة. اختتمت أعمال ورشة الإعلام التي نظمها مركز جمال عنقرة للخدمات الصحفية ببور سودان، ودعت الورشة لاتساع المنظومة القانونية للصحافة والإعلام لتشمل الإعلام الرقمي وتعزيز الإعلام الخارجي وإيصال صوت وصورة السودان للخارج، وطلبت بإصلاح قانوني ينظم العمل الإعلامي بالبلاد وتوحيد الخطاب الإعلامي دعما للبرنامج الوطني والقوات المسلحة. وناقشت الورشة 7 أوراق علمية عن الإعلام والقوانين المنظمة له، ونادت بأهمية إنشاء مؤسسة إعلامية رائدة تعكس صورة السودان متمثلة في إعلام خارجي. نوصي المشاركون بالتوصيات الآتية: 1- توحيد الخطاب الإعلامي الوطني والارتقاء بلغة الإعلام ومخاطبة الآخر لإيضاح حقائق الحرب المازلة، علاوة على مساندة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهي تخوض معركة الكرامة من أجل بقاء عزة الوطن. 2- صياغة استراتيجية إعلامية جديدة تستوعب راهن السودان والمتغيرات من حولنا، على أن يتم تكسيرها لمرحلة ما بعد الحرب وصولا لحفظ العالم من حولنا لإعمار ما دمرته الحرب. 3- إصلاح المنظومة القانونية لوسائل الإعلام والصحافة والوسائط الرقمية بما يتوافق مع تطورات التقنية المتلاحقة، وبما يحقق الموازنة بين الحق في الإعلام والحرية المسؤولة، وابتدار مشروعات وقوانين إطارية لمؤسسات الإعلام المسموع والمرئي. نؤكد أنه ما خرجوا به الإعلاميين من دعم للقوات المسلحة وإسنادها في حرب الكرامة هو دور وطني يقوم به كل السودانيين في كافة المناطق على كافة تخصصاته، مثلهم مثل الجند في المعركة ومثل المهن الأخرى التي تدافع وتقدم لهذه البلاد الطيبة. ننتظر أن يعقد مؤتمر للإعلام كما سمعنا من السيد الوزير ومن النائب لكي يناقش أو يبني على ما تم التوصل عليه من هذه الورشة. باختصار أعتقد أن الأوراق التي قدمت والتوصيات التي تم اعتمادها وتلخيصها كانت كلها مفيدة، ويمكن أن تمهد بالفعل إلى إعادة بناء الإعلام من جديد. أهلا بكم. تمكنت القوات المسلحة بقيادة القطاع الشمالي لولاية النيل الأبيض بالفرقة 18 مشاة من تدبير حشد لميليشيا الدجل الإرهابية مكون من مدرع صرصر واستلام وتدمير عدد من العربات القتالية بجانب خسائر في الأرواح والمعدات. وأشاد قائد الفرقة 18 مشاة اللواء الركن سامي الطيب بالروح القتالية لقوات القطاع الشمالي، مشيرا إلى جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على صد أي هجوم محتمل على الولاية.
اليوم كعادتنا نحن في الاستطلاعات بتاعتنا العادية اللي بتخرج من معسكر الأعوج كان عندنا استطلاع قوي جدا مع الساحل النيل الأبيض، غرى الهاشابة والجمع وكل الغرى المتاخمة حتى الدمبو، وكان واحد من الأطواف العادية حتى يطمئن شعبنا السوداني ويطمئن شعب النيل الأبيض وتطمئن كل جماهير السودان شرقا وغربا إن قوات المسلحة هي تعمل. حقيقة في نفس الوقت كان عد العدو لطوف كبيرة ويهاجم منطقة الأعوج، تزامن ذلك مع الطوف تمكننا من إدخال الطوف راجع للأعوج واصطدمت قوات التمرد بدفاعاتنا القوية جدا جدا ونحن نحذرهم منها. حقيقة دفاعاتنا في الترعة الرئيسية بتاعت خليفة وتعاملت مع قواتنا بكل عنف، دمرنا عدد واحد صرصر واستلمنا عدد واحد عربة لاند كروزر وزلنا نطارد في هذه القوات حتى دخلوا منطقة نعيمة. افتتح والي ولاية النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله برفقة مدير شرطة الولاية بمستشفى الشرطة بربك افتتح أقسام جراحة المخ والأعصاب ومعامل التحاليل وبنك الدم، وأشاد الخليفة بجهود مستشفيات الشرطة في تقديم الخدمات العلاجية للقوات النظامية والمواطنين والوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب. تحديات كبيرة واجهها القطاع الصحي بالنيل الأبيض بسبب الحرب التي اندلعت بالبلاد واستقبال الولاية لأكثر من 1,000,000 وافد من ولايات البلاد المختلفة، مما شكل ضغطا كبيرا للقطاع الصحي بالولاية، الشيء الذي قابل حكومة الولاية بالتوسع في المرافق الصحية والاستفادة القصوى من الكوادر الطبية النادرة التي قدمت للولاية بسبب الحرب. ويمثل إدخال قسم جراحة المخ والأعصاب، معمل التحاليل وبنك الدم والعناية الوسيطة بمستشفى الشرطة بربك والتي تم افتتاحها صباح اليوم أحد أولويات حكومة الولاية في تعزيز القطاع الصحي. وافتتاح بعض الوحدات المهمة نعتبرها هامة جدا في ظل الظروف الموجودة عندنا دي، اللي هي عندنا مركز جراحة المخ والأعصاب. مركز جراحة المخ والأعصاب طالب في ولاية النيل الأبيض يعني من الوحدات المهمة جدا بالذات في الظروف اللي احنا فيها حاليا. يمكن قسم جراحة المخ والأعصاب وده يكون إضافة حقيقية للمرضى المخ والأعصاب بالنسبة لمرضى العمليات في معركة الكرامة، إضافة للمرضى من ولايات كردفان ودارفور، كذلك إضافة بنك الدم لمستشفى ربك، ده برضو بعين المرضى كثير ويسهل لهم خدمات نقل الدم. حكومة الولاية أكدت أن إدخال هذه الحزمة بمستشفى الشرطة بربك سيسهم في إحداث نقلة نوعية لمواطني الولاية والولايات المجاورة. ودي مفتكر انها كلها يعني تصب في مصلحة الإخوة في شرطة الولاية والشرطة عامة والإخوة في القوات النظامية برضو، لأنه في بعض الحالات بتجي من الإخوة في قيادة الفرقة 18 والفرق الأخرى المجاورة للولاية، وكلها دعم للقطاع الصحي. ونحن مفتكر انه دي إضافة كبيرة بالنسبة لنا في الولاية هنا، لأن هي بتخدم حتى المواطنين والوافدين القادمين للولاية. ويذكر أن مستشفى الشرطة بربك ظل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد يقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية للقوات النظامية والمواطنين والوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب. محاسن إبراهيم حماد، تلفزيون السودان، ولاية النيل الأبيض، ربك. أصدر والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة أمر طوارئ رقم 4 لسنة 2024 بمكافحة النشر الإعلامي السالبي بولاية الخرطوم، ونص الأمر على حظر نشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد وبالقوات النظامية، ويحظر نشر كل ما يؤدي إلى تثبيط الهمم وخلق التذمر بين القوات النظامية ورفع الروح المعنوية لدى العدو. يحظر نقل أو نشر ما يدور حول عمل القوات النظامية
ويحظر نشر الشائعات ذات الأثر السلبي والتي تنتقص من هيبة الدولة، يحظر نشر أو إعداد أي مواد تلحق ضررا بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، ويحظر نشر كل ما يؤدي إلى خلق الفتن وتفتيت رتق النسيج الاجتماعي وبث خطاب الكراهية وإثارة النعرات القبلية، ويسري هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية الخرطوم، وعلى سلطات القوات النظامية والنيابة العمل على تطبيق هذا الأمر، ويعاقب كل من يخالف الأمر بالسجن أو الغرامة أو الاثنين معا. عقدت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم اجتماعا اطمأنت من خلاله على موقف الإمداد الدوائي بالمستشفيات والمراكز الصحية بالولاية، وأقر رئيس لجنة الطوارئ الصحية بوجود نقص في أدوية علاج الحالات الباردة بسبب توقف الشركات الموردة للدواء عن العمل. وكشف رئيس لجنة الطوارئ الصحية عن انتظام عمليات الرش لمكافحة نواقل الأمراض في 6 محليات. على صعيد مختلف أوضح مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم أن برنامج استعادة إمدادات المياه لمنطقة أم درمان القديمة يسير بخطوات متسارعة بعد توفير مطلوبات إعادة التأهيل. أشاد والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة بمعسكرات المقاومة الشعبية بالولاية. جاء ذلك خلال تخريج مستنفري ومستنفرات معسكر الشهيد مجدي عبد الباقي بمنطقة المكاوير بإشراف لجنة المعسكرات والتدريب. مواصلة لتخريج معسكرات التدريب التي نظمتها اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم، شهد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وبحضور الرئيس المناوب للجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية الفريق نصر الدين عوض الكريم ورئيس هيئة أمن ولاية الخرطوم بالإنابة حسين نووية وممثل مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم اللواء شرطة عبد المحمود العوض وممثل قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية وعميد كلية التقنية والهندسة، شهدوا حفل تخريج مستنفري ومستنفرات معسكر الشهيد مجدي عبد الباقي بمنطقة المكاوير بكرري والذي جاء تحت شعار جيش واحد شعب واحد. وأكدت ممثلة أم الشهيد مجدي عبد الباقي الذي سمي المعسكر باسمه بأن أبنائهم خرجوا من أجل عزة وكرامة السودان ولتحقيق النصر على الميليشيا الإرهابية التي انتهكت الأعراض ونهبت الممتلكات. نحن سيادة تحت الناس المغروسة، ونحن مكوجنا ضغاري غيرنا من جسد العوسة، نحن الحرش نعد مسجدا بنفوسة، نحن نجانا فرعون إلقى نصنا موسى. اللواء ركن أبو طالب محمد عيسى ومثل قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية طمأن بأن القوات المسلحة تتقدم وفي كافة القطاعات، وبشر بنصر قريب على العدو، وقال هو الآن في أوهن حالاته في الخرطوم وفي كل الولايات، مشيدا بأداء المتخرجين الذين يتقدمون الصفوف الأمامية دفاعا عن عزة أرضهم وكرامتهم. نطمئنكم بأن القوات المسلحة الآن في كافة القطاعات تعمل بجد واجتهاد، وإن شاء الله سوف تسمعون أخبار طيبة في كل القطاعات. والي الخرطوم حي القوات المسلحة والقوات النظامية كافة والمستنفرين وهم يخوضون معركة الكرامة، وقال إن لجنة المقاومة الشعبية قامت بهذا العمل الكبير وتقسمت إلى لجان، وهذه الكوكبة واحدة من ثمرات أعمالها، وخرجت الآلاف من أبناء الشعب السوداني خلال هذه الفترة البسيطة، منهم من قدم نفسه شهيدا ومنهم الجرحى ومنهم ما زالوا في الصفوف الأمامية. الشهيد مجدي عبد الباقي نسأل الله له الرحمة الذي سمي باسم هذا المعسكر، ومن هذه الكوكبة من هم الآن في الخطوط الأمامية يقاتلون هذا العدو، ومنهم من انخرط في أعمال الارتكازات والطواف الجماعي والطواف المشترك، ومنهم من يعمل في الإسناد المدني. لدينا لجنة تسمى لجنة الإسناد المدني، أيضا استوعبت العديد من الخريجين وهم الآن يعملون في مواقع ومواقف ومناطق ومهام مختلفة. تخرج مستنفري ومستنفرات منطقة المكاوير بكرري إضافة حقيقية للإسناد والدعم للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهي تخوض معركة الكرامة. عبد العاصي سليمان، أحمد فارونة، الخرطوم.
تسلمت وزارة الصحة ولاية الخرطوم الدعم المقدم من رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان لمستشفى النو بالثورة، واشتمل الدعم على عدد 100 سرير ومستلزماته. وأشاد مدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم خلال تسلمه الدعم بجهود رئيس مجلس السيادة ودعمه للمرافق الصحية بالولاية. من جانبه أشار مدير عام مستشفى النو دكتور جمال الطيب إلى أن الدعم المقدم من القائد العام للقوات المسلحة يسهم في ترقية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. بها أثناء زيارته الأخيرة للخرطوم لمستشفى النو، ويعني الحمد لله دي حتكون إضافة كبيرة جدا للمستشفى، لأنه كان في إشكال في يعني الأسرة بتاعت المستشفى فيها نقص كبير، ومعظم الأسرة كانوا أسرة قديمة. زي ما شايفين احنا استلمنا الدعم المقدم من السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة. بداية الدعم اللي هو وعدنا به إن شاء الله، ووعدنا بدعم على عدة محاور، وده بداية الدعم اللي هو الأسرة اللي وصلت للمستشفى وهي 100 سرير. أكدت مديرة التربية الاجتماعية بمحلية كرري دكتور مريم أحمد شرف الدين التزام المحلية بتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين الوافدين إلى المحلية. جاء ذلك خلال تدشينها السلة القطرية والأدوات الصحية للأسر البديلة وكفالة الأطفال، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالأسر البديلة. بتدشين السلة القطرية وسلة الأدوات الصحية من الهلال الأحمر للأسر البديلة. الأسر البديلة عبارة عن 50 أسرة بديلة في محلية كرري، وبعضهم يكفل الأطفال بصورة دائمة وبعضهم يكفلهم بصورة مؤقتة. أهلا بكم. في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق مفاوضات اتفاق وقف العدائيات بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا، اطلع وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم أعضاء الوفد الشعبي على بنود مسودة تمرير المساعدات الإنسانية التي دفع بها الوفد إلى الوساطة، تمهيدا لبدء الجلسات الرسمية بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال. كعادتها جوبا تابى إلا أن تكون رائعة على الدوام، كيف لا وهي تشمخ كل يوم ويتطاول فيها العمران وتضج شوارعها بحركة الباحثين عن السلام، حتى باتت فعلا حسنا عند أهل السودان في أن الخطوات المتسارعة لبلوغ السلام المستدام تأتي من جوبا، بمثل ما فاجأت الجميع وجمعت الكباش والحلو في جلسة واحدة غفزت بالمواقف المتباينة إلى مربع التفاهمات المتقدمة بشأن تبرير المساعدات الإنسانية إلى ولايات الجنوب وغرب كردفان والنيل الأزرق، لتأتي اليوم بداية المناقشات الرسمية بين الوفد الحكومي ووفد الحركة الشعبية الشمال بعد أن اكتملت كافة الترتيبات المعنية بها. وصلنا مسودة تشمل كل المحاور اللي بتغطي الاتفاق لتمرير المساعدات الإنسانية. هذا الاتفاق اتفاق شامل وكامل، يحوي على آليات التنفيذ ويحوي على الأنشطة المسموح بها والأنشطة المحظورة، وأيضا يشمل كيفية دخول المساعدات الإنسانية عبر وسائلات محددة، تشمل مناطق الحركة الشعبية شمال ومناطق سيطرة الحكومة. وفي إطار دوره الداعم لنجاح المفاوضات، اطلع الوفد الرسمي على المسودة الحكومية المطروحة للنقاش حول عدة فصول تعنى بآليات التنفيذ وتحديد المسارات والمعابر، إضافة إلى الأنشطة المسموح بها والأنشطة المحظورة. من خلال الوفد الشعبي اللي وصل جنوب السودان جوبا، وهو الآن يعني نحن في أجواء يعني فيها تفاؤل وأجواء كبيرة جدا من خلال ما شهدناه من اهتمامات كبيرة. هذا ويرى أعضاء الوفد الشعبي من جانب الحكومة السودانية أن المسودة
التي تحمل رؤية الحكومة موضوعية بالقدر الذي يجعل الطرفين أقرب إلى تطابق الرؤى باعتبارها لم تتجاوز الأجندة الإنسانية وفتح المعابر بالمرونة وفق ما أكده رئيس الوفد. نحن نعزز من وجودنا كوفد شعبي يحمل رسالة للمجتمع، ونعزز أيضا من وجودنا نحن كوفد شعبي للوفد الرسمي الموجود الآن، لأن نوصل له هذه الرسالة ليكون معين من خلال هذه المسودة إن تحقق نتائج بصورة أفضل بصورة أفضل. تجه الأنظار صوب مدينة جوبا، أنظار المواطنين في جنوب كردستان الذين ينتظرون بدء المباحثات بين الوفد الحكومي الرسمي ووفد الحركة الشعبية الشبان لتبريد المساعدات الإنسانية. يأتي هذا الاتفاق في ظل ظروف قاسية يعيشها المواطن في جبال النوبة وفي المنطقتين، يتوقع أن تأتي بنتائج تخرج هذه المناطق من أزمة إنسانية قد تكون كارثية. محمد الزبير إسماعيل، تلفزيون السودان، جوبا. اطمأن الأمين العام للحج والعمرة أحمد سر الخاتم علي من على استعدادات وترتيبات تفويج حجاج الموسم 1445 للهجرة، وذلك خلال زيارته التفقدية لمطار بورسودان وميناء عثمان دقنة بسواكن. وأوضح سر الخاتم أن أولى الرحلات الجوية للحجاج ستنطلق في 25 من شهر ذي القعدة، مبينا جاهزية سلطات المطار لتكملة إجراءات الحجاج بالتنسيق مع إدارة الحج والعمرة. وتلقى الأمين العام للحج والعمرة تنويرا شاملا حول استعداد ميناء عثمان دقنة الذي تنطلق منه أولى رحلات التفويج عبر البحر في 18 من شهر ذو القعدة. وأوضح كابتن طه أحمد مختار مدير ميناء عثمان دقنة أن الميناء اتخذ جملة من الإجراءات لتسهيل حركة الحجاج وتوفير سبل الراحة وسهولة تقديم الخدمات. نرحب بزيارة السيد الأمين العام للحج والعمرة الأستاذ أحمد سر الخاتم للإطمئنان على سلامة البخرة لحجاج بيت الله الحرام، والحمد لله نطمنكم جميعا إن شاء الله حجاج بيت الله الحرام على سلامة البخرة عمان. البخرة عمان بتوفر فيها جميع سبل الراحة لحين وصولكم إن شاء الله للأراضي المقدسة، ونتمنى لكم رحلة سعيدة إن شاء الله على ظهر البخرة عمان، وحج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله. سجل سيد الأمين العام للحج والعمرة لميناء الأمير عثمان دقنة ووقف على جميع المواقع التي يتم يذهب عبرها الحاج من دخول المواني وصالة المغادرة وصولا للناغل، وسجل سعادته لكل المرافق وأبدأ بملحوظات بسيطة، وإن شاء الله سوف يتم عمل لازم اتجاهه في إطار استعدادنا إن شاء الله لتفويج حجاج السودان لموسم 1445. بدأنا اليوم بزيارة لمطار بورسودان والإخوة في مطارات السودان، واطمأننا بحمد الله تعالى على موقف الخدمات التي ستقدم للحجاج بمطار مطار بورسودان، والتي ستنطلق أولى رحلاتها إن شاء الله في 25 من ذو القعدة. قمنا أيضا بزيارة الإخوة في ميناء عثمان دقنة في هيئة الموارد البحرية، وتفقدنا المرافق الخدمية بالصالات، واطلعنا على تقرير متكامل من سيد مدير ميناء عثمان دقنة، وأبدينا بعض الملاحظات حول الخدمات المقدمة والتي ستنجز إن شاء الله قبل بداية تفويج الحجاج، والذي ستنطلق إن شاء الله في 18 من ذو القعدة إلى ميناء جدة الإسلامي. وتوجه الزيارة أيضا بزيارة للبحر عمان التي ستقوم بتقديم خدمة نقل الحجاج بحرا لهذا العام، ووقفنا على المرافق الخدمية المتعلقة بإطعام الحجاج أثناء الرحلة، والعيادة التي ستقدم الخدمات الطبية، وطاقم الباخرة الذي أبدى استعداده الكامل إن شاء الله لتقديم أفضل ما عنده من خدمات. قرع نائب والي سنار عبد العظيم أبو دراع ووزير التربية والتوجيه الجرس بمدرسة عمار بن ياسر بسنجة إذانا بانطلاقة العملية التعليمية بجميع مدارس الولاية. وأعلن نائب والي سنار أن فتح المدارس جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة بمواصلة التعليم. قرع نائب والي سنار عبد العظيم أبو دراع الجرس بمدرسة عمار بن ياسر بسنجة
إذنا بانطلاقة العام الدراسي الجديد بعد توقف دام لأكثر من عام، وأبدى المعلمون الذين توافدوا حضورا باكرا إلى مدارسهم استعدادهم لمواصلة العملية التعليمية. رغم العواقب ورغم الحرب ورغم عدم الاستقرار الحاصل في البلد، نحن مجاهدين بإذن الله، لا نتقيد لا برواتب ولا بأي نوع من العقبات. إن شاء الله المعلمين مجاهدين بالطبشيرة على نحافظ على توازن التعليم في السودان بأكمله. هذا العباد من ولاية جبل أولياء نازح جاي هنا سنجة، دار أقرا في مدرسة عمار بن ياسر. أنا أتمنى إنه إن شاء الله تكون دراسة قوية وموسم سمح كويس، ونتمنى أتمنى إنه أحفظ القرآن. وزير التربية والتعليم بابكسر الختم أعلن عن فتح المدارس بجميع محليات الولاية، مناشدا أولياء التلاميذ إلى حث أبنائهم إلى الحضور إلى المدارس خلال 19 من الشهر الجاري، مشيرا إلى اكتمال كافة الترتيبات والمعينات التعليمية المقدمة بمنظمة اليونيسيف لدعم التعليم عبر توفير الزي المدرسي والشنط وكراسات والمعينات الأخرى. نحن في إطار استعداداتنا لانطلاقة العام الدراسي، نحن وصلتنا حقيقة معينات ضخمة جدا من منظمات المجتمع المدني يونيسيف ومنظمات أخرى، وحقيقة هذه المنظمات هم شركانا في التعليم. نائب والي سنار عبد العظيم أبو دراع امتدح مجهودات المعلمين والتضحيات التي ظل يقدمونها من أجل أن ينعم التلاميذ بنعمة التعليم. هذه ضربة البداية لاستئناف الدراسة إن شاء الله. بداية نحيي كل الإخوة المعلمين والمعلمات الغائمين على أمر استئناف الدراسة إن شاء الله، رغم الظروف اللي هي لا تخفى على الناس، ورغم ظروف الحرب ورغم ظروف اللي نحن فيها، إلا أنه آلوا على نفسهم إلا أن يواصلوا في العملية التربوية. رغم التحديات التي تعيشها ولاية سنار والحرب الدائرة شمالي الولاية، إلا أن حكومة الولاية قطعت الشك باليقين وأعلنت عن فتح المدارس خلال 19 من هذا الشهر، مناشدة أولياء الأمور بأن يدفعوا بأبنائهم لمواصلة التعليم. الهادي إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سنار، من داخل مدرسة عمار بن ياسر، مدينة سنجة. دشن مفوض العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بإقليم النيل الأزرق هاشم أورطا الضوء دشن المستلزمات المدرسية للطلاب العائدين من معسكرات اللجوء بدولة جنوب السودان بعد توقفها لفترة دامت أكثر من 10 أعوام بسبب الحرب والنزوح واللجوء. مع بشريات السلام وتعافي التعليم بالمناطق المتأثرة بالحرب، صورة تسيدت المشهد هنا بمنطقة أولو بإقليم النيل الأزرق من خلال توزيع المستلزمات المدرسية من قبل مفوضية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بإقليم النيل الأزرق للطلاب العائدين من معسكرات اللجوء بدولة جنوب السودان للمساهمة في استقرار العملية التعليمية بمدارس أولو والفوج. الخطوة التدشين البدا ده أن هنا بنشيد به شديد، ده أول خطوة عايزين بدأ في المناطق بتاعنا اللي هنا موجودين فيه، ألا هو المتضرر بالحرب، فعانينا كثير، لكن الخطوة ده شوية كده هو رفع معنويات الطلبة شديد وحتى المعلمين والمجتمع، فده حاجة أن هنا بنشكر فوق الحكومة. سلام دجا الحمد لله بنولينا المدرسة، بشكر المفوضية الحمد لله جاب لنا حاجات محتاجاتنا كنا محتاجين له، جاب لنا كراسة، لكن دايرين حاجة إضافية، دايرين زيادة بتاع المعلمين، دايرين زيادة بتاع كتب، دايرين زيادة بتاع الزي المدرسي. قادة عسكريون بالجبهة الثانية ومعنيون بالتعليم بمناطق العودة الطوعية أشادوا بما قدم من معينات مدرسية مطالبين بتقديم المزيد لتحقيق وفق ما خطط له. نحن ده حاجة عندنا اندفاع لأنه كنا شغالين بمجهود الشعبي، لكن نحن ناشد كل المنظمات لازم بنفس الكيفية يجيبوا يوزوا بيدينهم للطالب عشان يرفعوا الطالب، لأن أنا كان أعانا في حاجات كثير في التعليم، وهسا الشيء اللي وجدناه داخل الشنطة حاجات يعني مستفيد جدا، وبيخلي الأبو ذاته يكون هو كويس
والطالب ذاته بيكون عنده حاجه كويسه عشان يمشي المدرسه. والحاجه اللي عملتها المفوضيه حاجه جميله جدا جدا، ونطلب منها المزيد. بطلب برضه من مفوضيه العوده الطويله بانه يعمل عوده طويله لسكان اولو بصفه خاصه. تلمس الاحتياجات التي تتعلق بسير العملية التعليمية جهود تسعى إليها مفوضية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بإقليم النيل الأزرق في عدة اتجاهات. المرحلة الأولى لتقديم الملتزمات المدرسية للعدد المستهدف الكلي حوالي 4000 من الطلبة والطالبات، ومساعدات لميز معلمي المدارس الخمسة، هي مدارس أولو، الفوج، القراود، الروم، ملكن. مفوضية على استعداد لتقديم المساعدات الإنسانية بشقيها الإنساني وأيضا التنموي. الاهتمام بقضايا التعليم يتطلب من السلطات المسؤولة توفير كل ما هو مطلوب. عصام طه، تلفزيون السودان، منطقة أولو بإقليم النيل الأزرق. التقى والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء الركن المعاش مصطفى محمد نور بمكتبه معاوية البرير مدير مجموعة شركات البرير والوفد المرافق له، وتناول اللقاء فرص الاستثمار المتاحة بالولاية. وأكد معاوية البرير أن اللقاء وقف على عدد من المشروعات الاستثمارية بالولاية وإمكانية المجموعة في إقامة مشروعات استثمارية متعددة، وذلك بعد تلقيهم تنويرا شاملا من الوالي عن إمكانيات الولاية الاستثمارية في العديد من المجالات. من جانبه أكد والي البحر الأحمر تعاون حكومته لتشجيع الاستثمار الوطني. البحر الأحمر كمجموعة معاوية البرير، وقمنا ببحث الفرص الاستثمارية لمجموعة معاوية البرير في ولاية البحر الأحمر، وتفاكرنا مع السيد الوالي والسيدة وزيرة الاستثمار في الفرص المتاحة، ونشكرهم ونقدر لهم تشجيعهم وحثنا على الاستثمار في مجالات مختلفة في الولاية. والحمد لله تعرفنا على عدد من المشاريع والفرص الاستثمارية في ولاية البحر الأحمر. كشف والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء الركن المعاش مصطفى محمد نور عن سياسات وأولويات حكومة ولاية البحر الأحمر خلال فترة الحرب، مشيرا للجهود المبذولة من اللجنة الأمنية في الولاية في تحقيق الأمن والاستقرار. التنوير الإعلامي لوالي البحر الأحمر المكلف اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور للإعلاميين والصحفيين بقاعة جهاز الأمن والمخابرات العامة بمدينة بورصدان كشف الكثير عن سياسات وأولويات حكومة الولاية خلال فترة الحرب. أولوياتنا كانت الأمن والصحة والتعليم. وعن الخطة التأمينية لولاية البحر الأحمر التي بذلت فيها اللجنة الأمنية جهودا مقدرة، أشاد الوالي بعمليات إحكام التنسيق بين كافة القوات النظامية. واعطين في الاستنفار، والحمد لله أدوا أداء طيب، وهم الآن يعملوا مع إخوانهم في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في حفظ أمن هذه الولاية. وفي محور الصحة أشاد الوالي بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية والمنظمات الأخرى في دعم قطاع الصحة بالولاية. هنا لابد أن نشكر هي مركز الملك سلمان ومنظمة كفاءات المملكة العربية السعودية والهلال الأحمر القطري والإخوة القطريين، يعني مدونا بمعدات للصحة. وفي محور مشروعات البنية التحتية والطرق أبان الوالي الجهود المقدرة لحكومة الولاية في إعادة تأهيل الطرق وإنارة المدينة. استلفلت بعض الطرق والحمد لله ماشيين بصورة حسنة حتى الآن. يمكن الإشكال ما في التمويل الآن، الإشكال في الشركات العاملة للرصف، إن الشركة واحدة هي الموانئ الهندسية وهي مجتهدة معانا في عديد من المناطق، في المطار، في سواكن، في الطرق الداخلية، هي شركة واحدة الآن موجودة، لكن إن شاء الله
موعدون لنا شركات أخرى تصلنا خلال الأيام الغادمة إن شاء الله. مستشار هيئة مياه الولاية مهندس ناجي حسن فصل مشروعات المياه والتحديات الماثلة لتوفير مياه الشرب للمواطنين بالولاية. المطلب الرئيسي لمواطن ولاية البحر الأحمر هو مد المياه من النيل. أما في محور الاستثمار كشف مدير الاستثمار أحمد محمد طاهر عن ميزات الولاية الاستثمارية والفرص المتاحة لمشروعات الاستثمار. إضافة للاستثمار في مجال الملح واللي هو اللي بيتميز به ولاية البحر الأحمر هي الولاية الوحيدة المنتجة للملح والأملاح الأخرى. إضافة لزي ما ذكرنا نحن عندنا خامات في منطقة إيد لخام الجبس في حدود 400 مليون طن، والاستفادة من هذا الخام اللي بيدخل في صناعة الأسمنت. التنوير الإعلامي لوالي البحر الأحمر، ملك الإعلاميين والصحفيين معلومات وحقائق عن ولاية البحر الأحمر العاصمة الإدارية في كافة المحاور. محمد عبد الرحمن، تلفزيون السودان، ولاية البحر الأحمر. أكد والي ولاية الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير تذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل بالسجل المدني للحفاظ على الهوية والمواطنة. جاء ذلك خلال تفقده رئاسة شرطة المرور بمحلية المناجل العاصمة الإدارية لولاية الجزيرة وإدارة السجل المدني. رافقه فيها اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاة بولاية الجزيرة، واللواء أبو عبيدة ميرغني مدير هيئة العمليات، والعميد شرطة دكتور خالد محمد نور مدير شرطة الولاية المكلف، وأعضاء اللجنة الأمنية بالولاية والمحلية، ورئيس المقاومة الشعبية المسلحة بولاية الجزيرة الشيخ عبد المنعم أبو ضريرة. وأطمأن الوالي على الترتيبات الجارية لاستئناف العمل بإدارتي المرور والسجل المدني. يوم الأحد يبدأ العمل في استخراج ما يتعلق بالسجل المدني والجوازات وبالنسبة للرخص وكل ما يتعلق بالعمل الشرطي في هذه المنطقة. ودي يعني رسالة بنرسلها للأوباش عشان ما يعرفوا إنه بالرغم من الظروف اللي بنمر بها هذه الولاية، لكن احنا مستمرين في تقديم الخدمات ونشر الامن والطمانينه بالنسبه للمواطن في هذه الولايه. ودي ان شاء الله بمثابه هديه لاهلنا في ولايه الجزيره، خفف عليهم معاناه السفر والمكابده، وان شاء الله هنقدم كل الخدمات اللي بيستحقوها كمواطنين بعد المعاناه وظروف الحرب اللي مرت بهم، وان شاء الله يكون النصر قريب ونكمل كل الاحتياجات الاداريه والادارات الامنيه. افتتح والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير منظومة الطاقة الشمسية لسلسلة التبريد ومكاتب الإدارة بإدارة التحصيل الموحد بمحلية المناجل. وأكد الوالي حرص حكومته على توفير الرعاية الصحية للأطفال، فيما أعلن المهندس أبو بكر عبد الله محمد وزير البنى التحتية التزام وزارته بإنفاذ المشاريع الخدمية. تعتبر يمكن هي المخزون الاستراتيجي للولاية كلها. احنا شاكرين شركة تكاليف اللي قامت بهذا العمل المميز، وايضا جينا اليوم اطمأنينا على وجود المروبات والمطهرات بالنسبة للمياه للاخوان MBO، نحن شاكرين ومقدرين لهم ومزيد من التعاون. شين وحدة طاقة شمسية بسعة 10 كيلوات لإدارة التحصين بالولاية. حقيقة الإدارة دي بتقوم بدور كبير جدا في تحصين حملات التحصين على مستوى محلية المناجل. يمكن خلال الفترة اللي فاتت فقدوا التيار الكهربائي وأثر كبير على إجراءات الحملات. أكد والي ولاية شمال كردفان المكلف عبد الخالق عبد اللطيف وداع الله اهتمام حكومة الولاية بمصابي وجرح العمليات من العسكريين والمدنيين. جاء ذلك خلال تفقده مصابي عدد من المناطق بمحلية شيكان. وصلت لزيارات والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وداع الله
لجرحى ومصابي العمليات من المدنيين والعسكريين. قام بزيارة لمستوصف البريطاني ومستوصف علوي ياسين، تفقد مصابي مواطني منطقة أبو حراز الذين تعرضوا لهجوم غادر من الميليشيا المتمردة. وبالسلاح الطبي وقف والي شمال كردفان على أحوال المصابين والجرحى في أحداث منطقة المراكب ريف شيكان. مواطنين ولا قوات مسلحة ولا أي قوات نظامية أخرى، بالنسبة لنا في هذه المعركة كلهم بالنسبة لنا سودانيين، والمصاب واحد. وجئنا عشان نتفقد كل جرح العمليات من مواطنين ومن عساكر ومن مستنفرين وخلافه، ونحن لا نستطيع غير الزيارة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم عاجل الشفاء، وأن يعود المفقودين، وأن ينصرنا على هذه الميليشيا الباغية إن شاء الله. قائد السلاح الطبي عميد طبيب بابكر إبراهيم حسن أكد جاهزية المستشفى لاستقبال جرحى ومصابي معركة الكرامة من العسكريين والمدنيين. والحمد لله اطمأنوا على حالتهم ورفعوا من روحنا المعنوية، ونحن الحمد لله جاهزين وفي كامل الاستعداد لنقدم خدماتنا حقيقة لكل المصابين من المدنيين ومن العسكريين على الحد السواء، وأبوابنا مفتوحة للناس كلهم، ونحن يعني في خدمة الجميع إن شاء الله. والحمد لله الأمور ماشية كويسة ووضعنا كويس، ومستعدين لأسوأ الاحتمالات الممكن تكون، والحمد لله إن شاء الله نصر حليفنا وتتبدد هذه الظلمة ويعود الوضع كما كان. أمانة ديوان الزكاة بالولاية تواصل دعمها العيني والمادي لمصابي معركة الكرامة من العسكريين والمدنيين حتى يتحقق النصر للقوات المسلحة على ميليشيا آل دجل الإرهابية. وأيضا في هذا الإطار قام ديوان الزكاة بتقديم 10 مشاهيات بالنسبة للجرحى في مستشفى السلاح الطبي، وإن شاء الله نحن مع قواتنا المسلحة حتى يتحقق النصر الكامل بإذن الله على هذه الميليشيا الباقية، وإن شاء الله نقف مع الجرحى ومع أسر الشهداء في كل أنحاء الولاية. وإن شاء الله ديوان الزكاة سيقوم بسداد كثير من الفواتير المتعلقة بالعلاج وغيرها، وإن شاء الله نحن واقفين مع القوات المسلحة ومع الشعب السوداني في هذه المعركة. زيارات والي شمال كردفان لمصابي العمليات من العسكريين والمدنيين تأتي دعما وسندا للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة ضد الميليشيا المتمردة. إبراهيم أحمد إبراهيم، تلفزيون السودان، ولاية شمال كردفان الأبيض. أجاز مجلس تنسيق المدراء العامين للوزارات بغرب كردفان في اجتماعه برئاسة الأمين العام للحكومة صبري يوسف جبارة أجاز تقرير أداء وزارة المالية للربع الأول للعام الحالي بحضور عضوي المجلس المدير التنفيذي لمحلية الفولة إبراهيم بخيط طه ومدير هيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية صابر عبد الكريم هاشم. واشتمل التقرير على الإنجازات التي تحققت في الربع الأول في محاور الأمن والمياه والصحة ومعاش الناس ودعم الوافدين. من جهته امتدح الأمين العام للحكومة رئيس المجلس الأدوار المتعاظمة لوزارة المالية في توفير احتياجات المواطنين رغم قلة الموارد. الحمد لله تعالى، اليوم تمت مناقشة تقرير الأداء الربع السنوي لوزارة المالية، وبحمد الله تمت إجازته، وكان تقرير عبر عن أداء وزارة المالية في الفترة الماضية، وظهرت فيه خطة الوزارة جليا لتطلعاتنا للمرحلة الجاية، مقبلين إن شاء الله على المرحلة الجاية، ونحن كلنا يعني قبول للتحدي في الظروف التي تمر بها البلد، ووزارة المالية عليها أعباء كبيرة جدا في هذه الفترة. مشاهدينا في كل مكان، بهذا تكون قد تكاملت الموضوعات، أعود وأذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يلتقي والي الخرطوم ويتعهد بمعالجة معوقات برامج المقاومة الشعبية. عقار يتلقى تنويرا حول خطة تشغيل الخط الناقل للبترول. انطلاقة المناقشات الرسمية لمفاوضات المساعدات الإنسانية بجوبا. انتهت أحداث اليوم لهذه الليلة، حتى نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته.